قرأت بعض المقالات وشاهدت تحقيقا عن صيد اللؤلؤ في سواحل البحرين، ولكن لم أرى ذلك عن قرب أبدا. هذه فرصة سانحة إذن. ماذا تعني؟ أنا أعرف صيادا سأقدمه لك إذا أردت. طبعا أريد أن أتعرف عليه، هذا موضوع يهمني كثيرا. إذن علينا أن ننتظر الليل لنتصل به هاتفيا. لماذا؟ لأنه يشتغل كل النهار عادة. حسنا، ستعيش تجربة فريدة من نوعها. هل تسمع يا عصام؟ ماذا؟ قال حسين إنه سيحدد لنا موعدا مع صياد. متى؟ لا أدري بعد، ولكني أرغب في التعرف عليه لأستجوبه. وأنا سأصور الاستجواب إذا سمحت. كيف لا؟ سوف يكون تحقيقا ممتعا. أتمنى أن يكون كذلك. يا أمين، قد كلمت الصياد هاتفيا. وماذا قال لك؟ سينتظركما غدا في مقهى الميناء. في أي ساعة؟ باكرا، في الساعة 7:30. وكيف سنتعرف عليه؟ سأصفه لك، هو رجل أسمر طويل القامة، له لحية ووشم مرساة على ذراعه. ما اسمه؟ أنور. كيلي، هل صيد اللؤلؤ هواية أم حرفة بالنسبة لك؟ هي حرفتي ومنها أعيش. ومتى بدأت هذا العمل؟ لا أتذكر بالضبط، عندما كنت طفلا صغيرا والدي رحمه الله هو الذي علمني. وكم من الوقت يمكن لك أن تبقى تحت الماء دون أن تتنفس؟ بين 3 و4 دقائق حسب حالة البحر. عجيب، كيف يمكن أن تبقى كل هذا الوقت بلا أكسجين؟ تمرد على ذلك منذ صغري. هل تشتغل كل يوم؟ نعم، خصوصا في فصل الصيف. لم يبقى عندي شريط في الكاميرا. لا بأس، 5 دقائق للاستراحة. سأغوص لأبحث عن لؤلؤة. وأنا سأعوم قليلا. هذه فرصة سانحة إذن. هذه فرصة سانحة إذن. أنا أعرف صيادا سأقدمه لك إذا أردت. أنا أعرف صيادا سأقدمه لك إذا أردت. علينا أن ننتظر الليل لنتصل به هاتفيا. علينا أن ننتظر الليل لنتصل به هاتفيا. ستعيش تجربة فريدة من نوعها. ستعيش تجربة فريدة من نوعها. قال حسين إنه سيحدد لنا موعدا مع صياد. قال حسين إنه سيحدد لنا موعدا مع صياد. أتمنى أن يكون كذلك. أتمنى أن يكون كذلك. يا أمين، قد كلمت الصياد هاتفيا. يا أمين، قد كلمت الصياد هاتفيا. سينتظركما غدا في مقهى الميناء. سينتظركما غدا في مقهى الميناء. باكرا، في الساعة 7:30. باكرا، في الساعة 7:30. هو رجل أسمر طويل القامة، له لحية ووشم مرساة على ذراعه. هو رجل أسمر طويل القامة، له لحية ووشم مرساة على ذراعه. هل صيد اللؤلؤ هواية أم حرفة بالنسبة لك؟
هل صيد اللؤلؤ هواية أم حرفة بالنسبة لك؟ تمرنت على ذلك منذ صغري. تمرنت على ذلك منذ صغري. لم يبقى عندي شريط في الكاميرا. لم يبقى عندي شريط في الكاميرا. سأغوص لأبحث عن لؤلؤة. سأغوص لأبحث عن لؤلؤة.